احنا بنعمل اختبارات في البرنامج، ولما بتكسب الاختبار بتكسب جوائز. ماشي ماشي، جاهز لاول اختبار؟ اول اختبار بس علي صوتك، ماشي. انت راجل ايه، خجول، فعلي صوتك وقول لي هو مين، وما قدامكش غير اختيار واحد، ده حد على التليفون؟ حد على التليفون زميلك في الملعب. ماشي. هتقول الو، هيقول لك الو، قدامك 10 ثواني تقول لي هو مين. متفقين؟ متفقين. يلا قول الو بصوت عالي. الو الو، ايوه، ركز. اكرم توفيق. لا، هو خليه يعلي صوته. طيب علي صوتك. الو، ايوه، مين؟ طب اديله اي حاجه كده يا كابتن. ده كوكا. ده ايوه صح، خلاص كوكا. كوكا خسرتني يا كوكا، خسرت اول جايزه. معلش بقى عشان بحب كابتن صلاح يا كابتن. ايه اللي بصحيك لحد دلوقتي؟ عشانك بس هنعمل ايه. حبيبي يا كوكا. ازيك يا كوكا؟ الحمد لله يا كابتن، ازي حضرتك؟ مبروك يا حبيبي النهارده. ربنا هو قال لي كوكا مش كوكا، فعشان اقول الاسم صح كده. كوكا صح؟ صح يا جدع. بيحب صح. يتدلع. ازيك؟ هو لازم يتدلع بيني وبينك، ما هو جميل. مبروك النهارده، مبروك النهارده. الله يبارك فيك، مبروك لنا كلنا يا كابتن. عايزك تقطع بقى في عمرو السوليه زي ما انت عايز، ايه رايك؟ عارف مش هتقدر، بس عايزك ومن ناحيه تقطع. هيقطع 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 والله. لا طب لا. يلا. اخترت شخص غلط يا كابتن بصراحه. ها؟ لا والله والله، يعني انا لما عرفت كابتن طلع مع حضرتك، يعني بص كابتن طلع من الناس القليله اللي تلاقي لعيب كره بالشخصيه دي. نعم اكلمك بجد حبيبي. والله، يعني بتقابل كل الشخصيات في الكوره، لكن قليل قليل لما تقابل الشخصيات اللي زي كابتن عمرو السوليه دي. اكيد مش انا اللي هتكلم على كابتن عمرو السوليه، لكن راجل جوه الملعب بره الملعب ما فيش مشاكل، كابتن فرقه جوه وبره الملعب وفي اوضه اللبس. ف يعني انا واحد من اللعيبه اللي انا بتشرف ان انا حضرتهم ولعبت معاهم يعني بصراحه. قول لي بقى كابتن عمرو السوليه في الملعب لما بيتنرفز عليك بيعمل ايه؟ لا هو احنا بننقل بعض بره الملعب، في الملعب لا بصراحه. لا في الملعب ممكن انت مثلا بتهاجم بتسرح بتنسى، يقول لك ارجع دافع امسك قصه اسمع الكلام، ولا هو هادي في الملعب ولا لا قصته؟ لا هو هو هادي، لكن اكيد بيوجه، لان هو طبعا كابتن سلام من كباتن الفرقه. لكن لا لا لا، بيوصل لك الرساله بكل احترام ومن غير عصبيه ومن غير اي حاجه. ايوه ماشي، حتى انا لو زعقت لك ما هو ماشي. لا اللعيبه لكن هو لا هو مش من النوع ده بصراحه، يعني قولها الاول لو لقيته متعصب، يعني قولها الاول لو لقيته متعصب. قول يا عم. هو كوكا من نوعيه اللعيبه اللي هي رجاله. راجل صحيح، يعني تعرف تعتمد عليها في الملعب. ما ينفعش ان انت تكلمه توجهه بزعيق او لا، انت عارف انت بتوصله المعلومه وعارف ان هو هيستقبلها وهيفهم في وقتها. ما بتقولوش المعلومه مرتين. لا لا ما تطلبش منه الطلب مرتين. لا لعيب راجل، ويعني من مواهب الكره المصريه طبعا اللي موجوده، وان شاء الله يعني يكسر الدنيا زي ما هو ماشي كده، وان شاء الله يعني الفترات اللي جايه يبقى احسن واحسن يا رب. امتى غلبك؟ امتى غلبك؟ تعبك في ماتش؟ تعبك في لا لا في الماتشات في رحله؟ لا. حاجه يعني في الماتشات لا، لكن هو بره الملعب بيتضرب بس. ايدي تقيله يا كوكا؟ كوكا انا عندي مشكله مع السولية ياسر ابراهيم يا كابتن، فبناشد حضرتك. لا ياسر، لا لا ياسر ربنا. طب انا ولا ياسر؟ لا 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 ياسر ليه؟ ده السولية بالنسبه له. لا ياسر، لكن الاثنين بره الملعب يا كابتن في مشاكل كتير بيننا. يعني اهم المشاكل اللي بينك وبين عمرو السولية بقى بره الملعب؟ ما فيش يا كابتن، هو بيشوفني يضربني، فكابتن فرقه فمش بقدر اعمل حاجه. هتقدر تعمل له حاجه؟ تقدر تقول حاجه؟ لا لا لا. ايه سبب يعني الحب الشديد؟ كلكم بتحبوا بعض وكلكم مجموعه، لكن عمرو السولية بحس دايما يا كوكا انه ليه حته زياده عندكم كلكم، خاصه يعني خاصه حضرتك. انا طبعا بتكلم عشان ايه، عندي حد في البيت فدايما ايه كلامه على السولية. قول بقى. انا زي ما قلت لحضرتك في اول مكالمه كابتن، هو شخصيته تحببك فيه، يعني من الناس اللي عامله تاريخ كبير مع النادي. انت كلسه لعيب شاب او لعيب لسه بتطلع، بيعاملك سواسيه، بيعامل كله كويس. فبصراحه يعني هو من اكثر اللعيبه اللي محبوبه جوه الفرقه يعني بصراحه. يعني لما بيبقى كوكا على دكه البدلاء وبينزل، خاصه دايما بينزل في ظروف صعبه مش ظروف سهله، يعني بتبقى تعليماتك ليه؟ او انت كمان بتحس بيه، بتحس انه لا الحمد لله هيظبط لنا الحته الدفاعيه، خاصه في الحته الدفاعيه مميزه، لقيته بيلعب سردباك قريب. يعني فحسيت انه امتى بتحس بقى انه لا خلاص احنا كده الحمد لله كوكا نزل الدنيا هتظبط؟ لا انا ما كلمتوش تقريبا غير هي مره واحده في كاس العالم للانديه، ماتش اتحاد جده.
لما عرفت ان هو بادئ الماتش كانت مفاجأة بالنسبة لنا. مفاجأة حلوة. اتكلمت معاه قبل الماتش ومن بعدها يعني ما اتكلمتش معاه تاني سواء لا كوكا قول لي بادئ قلت له ايه في كأس العالم للأندية قلت له ايه؟ لا قلت له لازم تبقى هادي، لازم تلعب لعبك، انت مش محتاج ان انت تعمل حاجة اكتر من مستواك، زي ما بتتمرن عارف بتقف ازاي، عارف وقت الضغط بتعمل ايه، بتلم الناس اللي حواليك، لازم تبقى قريب من الناس اللي حواليك كويس، حاجات كلها جوه الملعب، وعارف ان هو يعني من اللعيبه الرجاله ومن اللعيبه اللي انت تعتمد عليها، يعني مش محتاج ان انت تكلمها جوه الملعب، لان هو لعيب عنده يعني صغير في السن بس خبراته كبيره. استجابته بتبقى عامله ازاي؟ لا سريعه طبعا، سريعه بيستجيب طبعا. كوكا لما بتحس نفسك بأزمة في الملعب أحيانا تلاقي اليوم الماتش مش ماشي معاك، اليوم مش يومك، هل مثلا بتروح لكابتن عمرو السولية يا كابتن أنا كذا أعمل كذا أخلي كذا أسوي كذا، ولا ما بيبقاش فارق معاك وأنت بتشتغل بطريقتك؟ لا لا أنا حتى النهاردة كابتن أنا والله إحنا كنا الاتنين قاعدين بره على الدكة، يعني أنا النهاردة لسه متكلم معاه في حاجات شخصية، لأن أنا زي ما قلت لك أنا السولية قبل ما يكون لعيب وأخ كبير ليا وكابتن من كابتن الفرقة، فأنا والله النهاردة حتى في الشوط الأول إحنا كنا قاعدين أنا كنت بكلمه في حاجات شخصية ليا باخد رأيه فيها، لأن حاجة كبيرة جدا طبعا، فبحاول أستفاد منه أي حاجة بصراحة من اللعيبة القليلة اللي أنا بروح أتكلم معاها وبحاول أستفاد منها وباخد رأيها يعني في حياتي الشخصية إذا كان في الكرة أو في حياتي يعني، وده حصل النهاردة يعني مش من بعيد كمان. إيه أهم اللي بيميز كابتن عمرو السولية في الملعب؟ السولية ممكن يكون خبرته كبيرة جدا، هادي جدا، بيتكلم كويس قوي، يقدر يوجهك، تكون مرتاح جدا وانت بتلعب معاه، بيشيل من عليك اي ضغوط، لان هو في الاول وفي الاخر دايما هو معاه في الكره، هو معاه الكره هادي بيقدم لك مساعده، فلا من اللعيبه الكبيره طبعا اللي الواحد بيتشرف ان هو لعب معاها. ايه اللي بيميز كوكا في الملعب؟ زي ما قلت لحضرتك يعني عنده خبرات يعني مع ان سنه صغير بس لا تحس ان هو بقاله كذا سنه بيلعب، حتى الفترة اللي هي قبل ما يلعب فيها أساسي كان من أحسن الناس اللي بتتمرن، وكان على طول بيبقى زعلان إن هو بيطلع بره السكور أو بيبقى احتياطي، أوقات كتير كنت بتكلم معاه بقول له أنت مش محتاج غير إن أنت تكمل زي ما أنت في التمرين وكده كده فرصتك هتجيلك، طول ما أنت بتتعب وبتعمل اللي عليك في التمرين فرصة هتجيلك وهتمسك فيها وهتلعب وهتبقى تكسر الدنيا وتبقى أحسن لاعب في مصر. كوكا الطلب اللي تطلبه من عمرو السولية على الهواء إيه؟ هو عارف يا كابتن. انا مالي انا ما انا معرفش. يخف ايده شويه؟ ها؟ يخف ايده شويه. يقف معاه الداتر ابراهيم. اهو قاعد جنبك النهارده في المباراه. يعني يخف ايده بس يا كوكا؟ لا عايز يقف معاه الداتر ابراهيم يا كابتن. لا شوف الشناوي بقى يقف معاك. ايوه صح بيقعد معاك؟ لا. بتقعد مع مين في الاوضه؟ مع اكرم. مع اكرم توفيق. ايه النصيحه اللي تنصحها لكوكا على الهواء؟ مفيش يعني اقول له كمل زي ما انت كده ان شاء الله ربنا هيكرمك، ويعني انت مش محتاج ان انت خلاص الناس كلها عارفه مستوى كوكا، ولعبت في ظروف صعبه جدا ولعبت مباريات كبيره جدا في بطولات كبيره، فخلاص انت بقيت لعيب اساسي ولعيب عندك خبرات ولعيب منتخب مصر دلوقتي، فان شاء الله يعني تكمل زي ما انت كده وتحاول تطور من نفسك يوم بعد يوم، ان شاء الله يعني نشوفه في اوروبا الفتره اللي جايه يا رب ان شاء الله. لسه حلم الاحتراف عندك يا كوكا رغم ان الاهلي رفض عرض الاحتراف اللي جالك السنه دي؟ اكيد طبعا يا دكتور. كان عرض منين؟ البرتغال؟ الحاجه الرسم اللي وصلت للنادي كان عرض من البرتغال. وما زال قائم ولا لا؟ ما عنديش معلومه الصراحه. ما عندكش معلومه لكنه اكيد في كل الاحوال مبسوط في النادي الاهلي. اكيد طبعا انا بقى لي اكتر من 13 14 سنه في النادي، مش عارف العدد بالظبط، فانا واحد من رواد النادي طبعا، النادي لما رفض انا تحت امر النادي، ففي الاول وفي الاخر يوم ما همشي وانا سايب بصمه كويسه همشي عن طريق النادي، النادي موافق انا مستفيد والنادي مستفيد، فكل الامور دي يعني في دي النادي ده. كوكا بشكرك شكرا جزيلا ودايما يا رب بالتوفيق ان شاء الله يا كوكا. شكرا جزيلا.